نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكلة عدم تحميل كلاش اوف كلانس. نقوم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيقات، وبعدها سوف نقوم بالنزول إلى الأسفل والضغط هنا عن كلاش اوف كلانس، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مسح التخزين، بعدها سوف نقوم بإيقاف هذا تشغيل الواي فاي خاص بكم، من ثم سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، هنا سوف نقوم بالبحث عن كلاش أوف كلانس، فيظهر على هذا الشكل، وعندما تجدون هنا تحديد قم بضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم كلاش أوف كلانس. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة، ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في الفيديو القادم إن شاء الله.